بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا عن single complete denture، يعني مو upper lower and complete، يعني اما upper complete اما lower complete وحدة. طبعا راح نشوف الحالات، يعني the upper complete وذا lower complete شنو الفرق بيناتهم، وليش هي هذه الحالة اصلا يعني تستاهل انه احنا يعني ندرسها وحدها، يعني شنو فرقها عن الكومبليت العادي. ايضا راح نشوف هذا الشيء. اوكي، هذه بعض الصور الكومبليت. شوفوا اكو يعني الصورة اللي على اليمين الفوق اللور انتيرير فقط هن الموجودات الناتشرال، والصور على اليسار complete natural lower والأبر complete denture، وأيضا الصورة اللي جوا همينة يعني هو هذا الحالة إنه هو single complete denture. ليش هو أصعب من عدها؟ أصعب من عدها لأنه أنت بالأبر and lower complete denture أنت بيدك كل شيء. كل شيء انت تقدر تسويه، يعني انت الاكلوجال بلين انت تخليه، الاكلوجال سكيم انت تختاره، الفيرتيكال دايميشن انت تسوي، يعني كل الامور هي اندر يور كنترول از ا دنتست. لكن من يكون اكو واحد من عندهم ناتشرال، لا هذا راح يحددك وراح يخلق لك فد مشاكل بالعمل، يعني بروبلمز بالنسبه للاكلوجن. اكو احتمال اكو فد اكلوجن بروبلم بالناتشرال دنتيشن، انت لازم تصلحها. يلا يعني تسوي الناتشرالز. اذا عندك انت مثلا بالفيرتيكال دايمنشنز، طبعا هي اكو مشاكل راح ناخذها بالكومبينيشن سندروم مثلا، هي مشاكل موجوده اصلا بالحاله، فهاي المشاكل هي ما موجوده بالكومبليت ابر لور ات كومبليت دنتشرز، ما موجوده يعني. فهو هذا الفرق، انه اكو problems اكو complication موجوده بال single complete ما موجوده بال upper and lower complete denture. الحاله الاولى من يكون عندك maxillary complete denture opposing by complete mandibular dentition، يعني من يكون اللور كليته موجود mandibular dentition، يعني طبيعي اسنان طبيعيه اللور، والابر يكون يعني كليته edentulous. طبعا هاي الحاله راح يكون بيها اكو فد occlusal discrepancy، يعني انه هذا يعني الابر كليته ماكو ولا سن، فيحتاج انه انت يعني يكون اكو فد مشكله باللور، يعني اكو فد مشكله لازم تسوي اكلوجال ادجستمنت. ايضا انه انت يعني راح وجود الاسنان باللور، هذه اللور الناتشرال دنتيشن راح يحددنا بحجم وموقع الاسنان وترتيبها، فهذا طبعا كلش راح يحددنا. طبعا احنا كمبدا يعني احنا من نريد نسوي سيتنج للاسنان الابر يعني الكومبليت، اذا كانت اللور الاسنان اللور اناتوميك ما بهن شيء، يعني ما صاير بهن اتروجين، فاحنا نروح ويا يعني البالانسد اكلوجن او النون اتوميك اكلوجال سكيم. بس من يكون اللور مانديبولار تيث اتروجين بيها اتروجين قوي، يفضل انه نستخدم الكاسبلس تيث او المونوبلين اكلوجن. اوكي زين، بهاي الحاله احنا اذا عندنا مشاكل باللور يعني ناتشرال دنتيشن، شنو اللي راح نسوي، شنو الاشياء اللي راح نسويها؟ هسه راح ناخذ اول شيء احنا راح نسوي بالنسبه لللور كوم، يعني باللور كومبليت ناتشرال دنتيشن، يعني احنا قبل ما ناخذ طبعه، قبل ما نسوي اي شيء، نشتغل بالناتشرال دنتيشنز. احنا يعني بروسيجرز اللي هي بري بروستاتيك، اللي هي نسوي اكلوجال موديفيكيشن، لان هذا اكيد راح يصير عنده فد مشاكل بالاكلوجنز، اكو جهه اوفر ايربشن، اكو جهه يعني اكلوجال تيبل احنا لازم نصلحها. فهي هذه سيفرال تكنيكس used to determine occlusal modifications that are necessary prior to denture extractions، يعني مو رأسا نجي ناخذ
نشتغل بالنسبة لل upper complete وال natural dentitions، ال lower complete natural dentitions مو رأسا نشتغل، لا لازم نسوي occlusal modifications ب one of these technique. التكنيك هذه الأولى اللي يركستاس اللي هي يستخدم بها، طبعا هذه موجودة بالسوق commercial U shape metal available، هذه هي موجودة، هي تحدد لك الاكلوجال بلين مال لور. هذه اذا اكو مشكلة، اذا اكو صاعد نازل بيه هذا هو راح يجي يعني يوحدها. انت تشوف انت على هاي راح تجي تشتغل، مثلا تشيل منها تخلي هنا كومبوزيت، هنا تخلي كراون، يعني انت تسوي الاكلوجال بلين، تسوي تجيب هاي المتل هاي تشتريها من السوق، هي هذه موجودة يعني تخليها وتسوي اللور عليها، حتى من يجي الابر يجي يلقى الامور اوكي. اوكي هذه فد يعني في الطريقة، شوف يخليها ويشوف وين المشاكل واللي اكو، اذا اوفر ايربشن، اذا مثلا اندر، اذا هذه اندر ايربشن مثلا يسوي لها كراونات، اذا اوفر ايربشن مثلا يشيل من عندها يعني يسوي فديله من بلاستي، المهم يسويها ويا هذه البتره اللي هو جابها. الطريقه الثانيه يعني هنا انت الطريقه الثانيه انت هنا مثلا تجي تسوي لهم اللي هي سوينسن تكنيك، اثنيناتهم تسوي لهم ارتكوليشن. اذا المنطقه اللي يعني العفو، هاي اذا انت مثلا شفت انه الابر تيث، العفو اللور تيث، الناتشرال دنتيشنز انترفيرنس وذ يعني سيتنج مال الابر تيث، انت تسوي لها انت تاشرها بالقلم وتشيلها من الكاست، وبعدين تروح على البيشنت ماوث تشيلها من البيشنت ماوث يعني. اوكي فانت اول شيء تشيكها بالكاست وبعدين تشيكها بالبيشنت ماوث. طبعا هذه الطريقه هي سمبل بس تايم كونسيومينج. الطريقة الثالثة اللي هي البروس تكنيك. البروس تكنيك هذا يستخدم اكريليك، كلير اكريليك رزين، شوف تمبليت، هاي التمبليت يلبسها للور دنتيشن، هذه باللور دنتيشن يلبسها ويسوي الدنتشرز، واذا شاف انه اكو انترفيرنس، اكو فد مناطق الطخ، فيشيل من اللور تيث، من اللور تيث يشيل، يعني مو من الابر تيث، من اللور تيث يشيل، يعني هو يشتغل بس بالمانديبولار دنتشر. همينا هذه الطريقة الثالثة، هذه كلهن اكلوجال موديفيكيشن باللور مانديبولار دنتشن. زين الحالة الثانية، احنا قلنا الحالة الأولى ماكسيلري كومبليت ابوزنج complete natural، هذه لا، هذه مو complete natural اللور، هذه mandibular partial، يكون عنده أسنان باللور بس partial مو complete dentition. طبعا هنا هاي الحالة هي very significant، يعني كلش مهمة هاي الكيس due to their complication، لأن هذه مو مثل هذيك، هذه أصعب من الحالة اللي إحنا راحت، هذه أصعب من عدها. teeth selection طبعا very important. شلون very important؟ أني عندي إذا أني الأسنان هذن الماندبلر يعني اللور باكات الماندبلر إذا هن restored with porcelain teeth، أني لازم أستخدم الـ complete denture مالتي همينة porcelain teeth. أما إذا كان لا natural dentition أو هن restored with gold أو restored with يعني metal crowns، مو بورسلين بس metal crowns، فتستخدم الأكريليك. فالبورسلين تيث فقط ويا البورسلين تيث، والأكريليك ضد الناتشرال وضد المتال. إذا كان أكو metal opposing أو إذا كان أكو natural opposing أختار الأكريليك، لأنه البورسلين إذا أني أخلي إذا هو lower بورسلين وأني أخلي فوقه أكريليك تيث، فهذا البورسلين اللي هو باللور راح يسوي اتريشن كلش قوي بالمكسيلري كومبليت دنتشر. فاني من عندي بورسلين استخدم بورسلين حتى الوير او الاتريشن يقل، لانه بورسلين وبورسلين راح يقل الاتريشن.
زين شنو هي هاي الحالة الكومبليكيشن مال هاي الحالة من يكون عندك انت upper complete dentures وذا lower partial denture؟ شنو هي الحالة المشاكل مالتها؟ اول مشكلة راح تصير اللي هي الكومبينيشن سندروم، هسه راح نحكي عليها بالتفصيل. واي مشكلة ثانية ممكن تصير انك fracture of denture. والمشكلة الثالثة wear of natural teeth اللي هي موجودة اخر شيء، هذا حكينا عليها اذا كانت عندك شنو restore، شنو شلون تختار type of teeth بهاي الحالة. فأول شيء راح ناخذه هو الكومبينيشن سندروم. شوفوا هاي الكوم، هاي الحالة اللي احنا نقول عليها انه upper complete واللور تكون natural، يعني العفو partial، يعني dentureless، مو completely dentureless. اكو اسنان، شوفوا anterior اسنان اكو موجودة. هذه الكومبينيشن سندروم طبعا هذه يسحوا لها الاسم الثاني، هي كيليز سندروم، هو ديسكرايب باي كيليز بسنة 1972. وهذه طبعا تعتبر ديستركتيف بروبلم من يكون عندك يعني لور انتيرير تيث بارشيال، يكون هذا عندك يعني من يكون عندك الدنتشلس يعني فري اند دنتشلس كلش مساء يعني طويله، هذا راح يسوي لك في الكومبليكيشنز. الصراحه نشوف شنو الكومبليكيشن اللي راح يصير. It's mostly occur when dentulous maxilla post by natural mandibular anterior teeth. فأنتو من تجيكم هاي الحالة رأسا هاي يسميها combination syndrome أو Kelly syndrome. أوكي، من يكون ال lower anterior موجودات وال upper complete وال lower بس ال anterior موجودات، يعني ال free end، يعني همين free end. خلي نشوف احنا هاي الصورة اللي على اليسار. هاي الصورة اللي على اليسار من يكون بس الاسنان الاماميه اللور موجوده راح تصير اكو فد مشاكل عند المريض. خلينا نشوف شنو هي هاي المشاكل. اول مشكله راح تواجه هاي المريض انه هو tend to concentrate occlusal load on remaining natural teeth for proprioception. هو راح يضطر بسبب وجود الاسنان، دائما يجيكم المريض يقول لكم اني اكل بس بهاي الاسنان، يعني بس بهاي الاسنان، طبعا لان هو دا يحس انه اكو سنون يعني بسبب البروبريوسبشن فيستعملها. هذا الشيء اللي راح شي يسوي لك شي يسوي لك هذا الشيء. طبعا اول شيء يسوي لك اياه هو يسوي لك انكريز بالرسجي والريجرسوبشن بالابر ماكسيلري انتيرير ريجن، يعني بالانتيرير ماكسيلا راح يصير ريزوبشن كلش عالي، لان هذا التيث بس عليه هدا يطخ، راح يسوي لك بها ريزوبشن. ويا الريزوبشن ايش راح يسوي؟ راح يسوي لك فلابي تشو. فانت دائما هيك كيس كومبينيشن سندروم دائما تواوع تروح على الانتيرال ماكسيلا راح تشوفها فلابي تشو، اوكي، ما راح تشوفها فيرم تشو، راح تشوفها فلابي تتحرك. ايضا الشيء اللي راح يصير ممكن انه ابيلوس في شراتم ايضا راح يصير، لان هاي الاسنان اللي اللور ممكن تسوي لك بسبب انه هو ياكل عليها دائما ممكن تسوي لك في شراتم بالماكسيلري ليبيال سلكس. شنو اللي راح يصير بعد؟ راح يصير بسبب انه اللور ماكو اسنان، يعني فري اند كلاس 1 ماكو اسنان بوستيريرلي، الماكسيلاري تيوبروسيتي يعني راح يصير بها اوفر جروث، لان هذه فراغك جواها، فراح تضطر هي انه راح يصير بها اوفر جروث، لان اكو فشي جواها فراغ فهي راح تكبر. هذا همين راح يسبب لك مشاكل بعدين بالسيتنج. الشغله الثالثه اللي ممكن تصير عندك، شوف اذا انت تشوف اللور مندبلر تيث شوف ان الاكلوجال بلين مو صحيح مو تمام، شوف انه عبالك انه الانتيرير تيث صاير به عبالك اوفر ايربشن، وصاير البوستيرير تيث صاير بها ريزوبشن، فيسوي لك شيفتنج بالاكلوجال بلين. هاي الشيفتنج بالاكلوجال بلين راح يسوي لك مشاكل. بالسلايد القادم راح نشوف المشاكل اللي ناتجه من الشيفتنج مال الكلوجال بلين. هذه المشكله اللي صارت بسبب الشيفتنج، الكلوجال بلين مو عدل، يعني الكلوجال بلين في شيء كلش كيرف بوستيريرلي، شيفتنج بوستيريرلي، لانه شوف الانتيرير تيث عبا كل الصاعده اللي فوق والبوستيرير تيث ماكو، فهذه راح يسوي لك مشاكل. اول مشكله راح تواجهها ديجريز بالفيرتيكال دايميشن، طبعا اكيد لانه انت يعني ده يصعد اللور انتيرير تيث تصعد، فراح تضطر تنزل الفيرتيكال دايميشن. ايضا انه عفوا
ايضا انه عندك انت مشكله راح تصير لوز اوف ستابيليتي اند روتيشن اوف دنتشرز طبعا، لانه انت يعني خليت دنتشرز يعني هذا الشيفتنج بالاكلوجال بلين يعني مو يونيفورم اكلوجال بلين، فراح يصير اكو مني راح يصير فرق بيناتهم، راح يصير اكو يعني انستابل دنتشر. ايضا انه المشكله راح تصير عندك اوفر اربشن اوف مانديبولار انتيريتي مثل ما قلت لكم، لانه بسبب اللود عليها كلش هوايه، هي بس هي الموجودات بحلق المريض ياكل عليهن بس هن، فيصير عليهن اوفر اربشن اكيد يعني، لانه يصير عليهن اللود. تعرفون انتم كل زين انه البون كل ما يصير عليه لود كل ما يصير اكثر بون فورميشن. هذا الاوفر ارابتد انتيرير تيث ويل انكريز ذا فورس ابلايز اون ابر دنتشر انتيريرلي، طبعا هذا راح يزيد الفورس اللي انت راح تخلي الدنتشر راح يزيد الفورس، طبعا هذا راح يسبب لك المشكله الثانيه اللي احنا حكينا عليها اللي هي الفراكشر اوف تيث، العفو الفراكشر اوف دنتشر، هسه راح نشوفها ان شاء الله بالمشكله الثانيه. طبعا هذه الكومبينيشن سيندروم هي يعني 3 فاكتورز تاثر عليها، اول شيء هي الماجنيتيود اوف فورس، انت راح يعني راح بسبب انه يعني بسبب انه الاسنان بس الاسنان الاماميه موجوده فراح تزيد هاي الماجنيتيود. والانسيوتابيلتي اوف ذا دنتشر فاونديشن تو ريزيست ذا فورس، لانه الدنتشر اللي راح تسويه على فلابي تشو فالدنتشر فاونديشن مو زينه اكيد، فما دام هو فلابي تشو ما راح ينطيك سبورت، هم راح يتحرك الدنتشرز. وايضا المشكله الثالثه اللي هي انفيفربل اكلوجال ريليشن شيب، فهاي هي الاسباب اللي تسوي لك الكومبينيشن سيندروم، تسوي لك اياها مشكله كلش كبيره، انه انت اول شيء عندك الفورس هي راح تزيد لانه اكو اسنان انتيريرلي، والشغله الثانيه انت بسبب الفلابي تشو الدنتشر راح تسوي يعني ما بي سبورت بالنسبه للابر. والشغله الاخر اللي هو المشكله الثالثه اللي هي الاكلوزد ريليشن شيبس، هي قلت لكم هي راح تتاثر كلش هوايه بوجود هاي الانتيريور، لان انت راح تتحدد بيها كلش هوايه. شوفوا هذا الكيس هاي يعني شوف شلون الكلوز فيرتيكال دايمنشن شلون ديجريز هنا رجعنا صعدنا. السيتنج اوف تيث اند اكلوجال كونسبت طبعا نفس الحاله الاولى، اذا كانت الابوزنج تيث اناتوميك يعني ما به شيء اناتوميك تستخدم بالانسد اكلوجن، واذا كان الابوزنج اتروجين بيهن تستخدم مونوبلان اوكلوجن. طبعا هذه فت قاعده هي عامه بالنسبه للسنجل كومبليت دنتشرز، يعني بكل الحالات تقدرون يعني تعتمدوها. بالنسبه للمشكله الثانيه اللي تواجهكم بال يعني ماكسيلري كومبليت دنتشرز ابوزنج بارشيال مانديبولار تيث، راح يصير عندك دنتشر فراكشر المشكله الثانيه. طبعا اكيد بما انه اكو اسنان انتيريرلي فراح يصير اكسسيف انتيريور اكلوجال لود اكيد، يعني لانه المريض راح لانه عنده اسنان فراح من يريد ياكل راح يعط يعني عط زايد يعني. ايضا الفرق المشكله الثانيه اللي انت انه ممكن تواجهك اياها انه ديب ليبيال نوتش يعني بالابر دنتشر، اذا انت مسوي فد ليبيال نوتش كلش قوي هاي الليبيال نوتش راح تشوف شلون الصوره اللي فوق بالضبط الفراكتشر صاير بالليبيال نوتش، حتى الصورة الجوة همين الفراكتشر صاير بالليبيال نوتش، يعني هاي الليبيال نوتش راح تصير مثل المنطقة اللي راح تضعف لك الدنتشرز. أيضا المشكلة الثالثة اللي مسوي لك هذا هي اكسسيف اكشن اوف مسيتر مصل. شنو التريتمنت اللي احنا نسويها؟ يعني شلون احنا نحل المشكلة هذا؟ إذا أنا بيشنت كل ما أسوي له دنتشر ورا أسبوعين ثلاثة جاب لي إياه قال لي والله دكتور انكسر كسرته، أنا إذا آكل كسرته. اول شيء نسوي نشوف الاكلوجال كونتاكت، يعني نشوف اكو مشكله عنده بالاكلوجنس، اكو منطقه تطخ قبل الاخر يعني قبل الباقيات، نحاول انه نحلها. الشغله الثانيه انه احنا نسوي يعني ادكويت اند ايفن ثيكنس اوف ذا دنتشر بيز، يعني من نسوي البيز مال الدنتشرز مو نسوي خفيف، شويه نثخنه يعني شويه بيثخن. يعني الشغله الاخر اللي نسويها دونت ديب الليبيال نوتش، يعني اذا اما تقدر تسوي مثلا فرينكتومي مثلا تقدر شويه تشيلها تسوي لها فد مشكله، لانه مهم انت لا تسوي ديبنينج بالليبيال نوتش. ايضا ممكن تخلي متل بالدنشر، هذا ايضا حل يعني للمالتيبل فراكتشرز، يعني الدنشر فراكتشرز ممكن انه تخلي انت متل مشي، خلون متل مش
بالبلاتال ريجن يعني، فبعد ما ينكسر يعني المتل راح يزيد يعني القوة مالته. الشغلة الثالثة اللي انت راح تواجهها بال يعني بالحالة انه يكون عندك upper complete يعني edentulous واللور اما partial او حتى complete edentulous، هو انه انت الاكلوجال كونسبت ديبيندز اون ريمينينج ناتشرال تيث. يعني انت مو بكيفك تختار الاكلوجال، حسب الموجود عندك، حسب البيشنت الموجود عندك. اذا كان البيشنت الاسنان مالته اناتوميك تختار بالانس اكلوجين وذ اناتوميك تيث، اما اذا كان اتريشن مونوبلين هاي يعني قلناها اكثر من مره نفس الشيء يتكرر هذا الموضوع. زين، اذا احنا عندنا يعني انا عندي يعني اريد احل المشكله، اما اخلي املجام، شوفوا بهاي الكيس اللي على اليسار يخلون املجام يعني اسنان يخلون بها املجام، يعني من يكمل الاكريليك يقدر يخلي بها املجام. هذا الاملجام طبعا هو طبعا اذا واحد ما يقدر يعني يدفع هوايه، هو الافضل انه يخلي جولد. شوفوا بهاي الصوره اللي على اليمين الحل ممكن مخلي جولد يعني، بس هذه ممكن تكون غاليه يعني، فممكن انت تنحل يعني بأملجم. هذه راح يقلل لك من التوث وير مال، اذا اكو هو الابوزنج مثلا الابوزنج مالتك دا يسوي توث وير بالدنشر، فانت تقدر تحمي الاكريليك تيث مالتك تقدر تحميها بهاي الطرق يعني، لانه انت الاكريليك تيث هو يعني راح يصير بتوث وير اذا كان الابوزنج يعني اذا كان الابوزنج ناتشرال ممكن انه يسوي يعني اتريجن، لانه هو سن بسن دي يصير اتريجن، فعادي اذا سن باكريليك تيث اكيد راح يسوي لك اتريجن همينه. الحاله الثالثه اذا كان عندنا هسه احنا الحاله الاولى اخذناها maxillary complete opposing by complete natural، والحاله الثانيه اخذناها maxillary complete against partial denture. اوكي، الحاله الثالثه من يكون عندك mandibular single dentures. طبعا المانديبل دنتشرز هو بصوره عامه هو البروجنوسيس مالته اقل من الكومبليت، تعرفون كل زين حتى الكومبليت العادي يعني من نسوي احنا. ليش؟ اول شيء لانه الريزوربشن مال لور ريدج اكثر راح يصير. ليش؟ لان السيرفيس اريا اقل، مو مثل الابر، يعني انت من يجي لود على الابر يتوزع اكثر فالريزوربشن راح يقل، بينما هنا عندك انت اليونت اريا هي اصلا قليل، هو المندبل اصلا قليل، فاللود راح يجي راح يتركز بمنطقه اقل من الابر، فراح يصير الريزوربشن راح يصير اعلى طبعا اكيد. هذه بما انه السيرفيس اريا مال الدنتشرز اقل، فالميوكوزا همين اتاتشد ميوكوزا همين راح تكون اقل. وايضا الشغله الثالثه تعرفون انه باللور هو البيرنج اريا او ستريس بيرنج اريا بالمندبل هو اقل من المجزله، فهذه اللي هي بور بروجنوسيس كومبيرز تو ماجزلري. هذا اذا جبت لكم عن سؤال واي انت تقول لي هاي الثلاث نقاط، انه هو اول شيء ريزوربشن ازيد، ثاني شيء الاتاتشد ميكوزا يعني اقل، وثالث شيء دنشر بيرنج اريا همينه هي اقل. زين، شنو الالترناتيف لاين اوف تريتمنت؟ شنو اللي اني اختاره يعني شنو اللي افضل انه اني اسوي غير هذا؟ اول شيء استخدم الامبلانت طبعا باللور، يعني الامبلانت كلش فيري سكسسفول، بروجنوسيس كلش يعني فيري جود، اكثر حتى من الابر، يعني الابر مو كلش نحتاج بيه مثل الاور، تعرفون ديسبليس اوف فورس اكثر التانج والتشيك، وهو قلت لكم هو اصلا هي المنطقه اللي تعطينا سبورت وتعطينا ريتينشن هي اصلا اقل من الابر. او نستخدم الطريقه الثانيه، نستخدم السوفت لاينر ريزيلينت لاينر حتى يقلل لنا طبعا الريزوبشنز طبعا، بس بيه هو احنا اخذنا يعني حكينا على السوفت لاينرز، هو بيه مشاكل انه لازم تبدله كل سنتين وكذا وهذا، بس هو كاوبشنز هن يعني بيست اوبشنز فور مانديبولار سنجل دنتشرز. اما تستخدم دنتال امبلان او تستخدم ريزيلينت لاينر يعني سوفت لاينر.
زين، هسه نيجي على الستيبس فور سنجل كومبليت دنتشرز. اول شيء بروبر دياجنوس، يعني اني ما اجرى اصلا اشتغل، اول شيء اسوي ماونتنج، اخذ يعني برايمري واسوي يعني اخذ البايت مال البيشنت واسوي لها ماونتنج دياجنوستيك، يعني بعدني ما بادي بس مجرد دياجنوستيك. شنو اللي اشياء اللي اني يعني اسوي لها دياجنوسيس؟ اول شيء اسوي اشوف الرج ريليشن شيبس، هل هو بارالل، هل العفو هل هو مثلا بروجناتيزم، هل هو كلاس 1 كلاس 2، اشوف اكو فد مشاكل، اكو فد ديفيشن، اكو فد منطقه تحتاج مثلا يعني بري بروستاتيك سيرجري، مثلا هاي مثلا تيوبروسيتي، مثلا هسه اللارجمنت مال ماكسيلر تيوبروسيتي مثلا تحتاج انه انا اسوي لها فد يعني بري بروستاتيك سيرجري، اشوف مثلا الانتر دنتال سبيس يعني المسافه بيناتهن هن دني يعني كافيه، يعني كافيه اني لو ازيد الفيرتيكال لو اقلل الفيرتيكال، لان انا راح يكون عندي مو ابر لور كومبليت دنتشرز، هو كيفي اني اختار يعني اني اسوي الانتر دنتال ديستانس، لا اني الديستانس هنا راح يتحدد بيها بوجود التيث. اذا كانت التيث اللي موجوده مثل ما شفناها بهاي الكيس اللي هي كومبينيشن سيندروم تكون صاعده كلش لفوق، هذا طبعا راح تكون صاعده كلش لفوق، راح تقلل لي من الانتر دنتال ديستانس، راح اضطر انه اسوي فد يعني ما اكو حتى مثلا يسوون لهم يعني اورثو انتروجين ينزلوهم اللي جوا، يعني لانه يكون كل الصاعد لي فوق، فانت من يكون كل الصاعد لي فوق انت راح تجي تسوي اللور تيث ويا الباقيات اللور تيث، فراح ما راح يبقى لك مسافه للابر تيث، يعني التيث راح تكون كلش صغيره، كل ما تعلى الاسنان الجوه كل ما انت التيث الفوق راح تصير كلش صغيره، فانت كل هذا انت لازم بالبدايه تشيكها، مو بعدين ورا ما تشتغل وتشوف الاكلوجال بلين اكو يحتاج يعني يحتاج تصليح، مثل ما قلت لكم بهاي التكنيكس اللي احنا اخذناها السوينسن واليوكارسس والبروس، حتى طريقه التكنيك الرابعه الباوتشرز بس ما خليناها، نشوف السبيسز الموجوده، نشوف التوث بوزيشن الباقيات، ونشوف التوث وير، اذا اكو عنده توث وير طبعا احنا من يكون عنده توث وير احنا راح نختار كلوجل، يعني كلوجل بلين يختلف طبعا من يكون يعني عنده اتريجن صاير، فاحنا يعني بحاله التوث وير احنا لازم يعني نشوف يعني شنو اول شيء نشوف ليش هذا صار التوث وير، وثاني شيء من نختار كلوجل كونسبت للدنتشر مالتنا لازم نختاره يعني اكوردنج تو ذا توث وير، اذا هو اتريجن نختار مونو بلين اكلوجنز، اذا هو لا يعني اناتوميك تيث نختار يعني اوكلوجن بالانس اوكلوجن. فالخطوه الاولى هي بروبر دياجنوستس، وهي طبعا كلش مهمه، وهي اوف ذا ماونتد ستدي كاست، يعني مو هيك دياجنوستس، لا لازم نسوي يعني مو بس بالبيشنت ماوث، مو بس انترا واكسترا اورجان، لا لازم ماونتد كاست. النقطه الثانيه اوكلوجن ادجستمنت، مثل ما قلت لكم هاي التكنيكس اللي احنا اخذناها بالبدايه اخذنا عليها يعني حكي واخذنا عليها شفت الصور مالتها، اذا يحتاج البيشنت اوكلوجال ادجستمنت انا شفته بالبروبر دياجنوستس شفت انه يحتاج اوكلوجال ادجستمنت اكو فد انترفيرنس لازم اسويه هسه بالبدايه قبل ما ابدي اسوي الدنتشرز، بعدين اسوي فاينل امبريشن، طبعا الفاينل امبريشن هنا انا مال كومبليت دنتشر يعني فولو برينسيبل اوف كونفنشنال كومبليت دنتشرز اللي هي ماكسيمم اكستنشن انتيميت كونتاكت proper bolding and proper relief. طبعا هاي proper relief مثل ما قلت لكم هذه مثلا اذا اني مثلا عندي فلابي تشو مثلا بالابر دنتشر بالابر دنتشلس مثلا اذا كان combination syndrome مثلا مو احنا قلنا الانتيرير ماكسيلا راح يصير فلابي، فاذا صارت الانتيرير ماكسيلا فلابي لازم اسوي relief، فproper relief همينه مهم. ايضا هاي الخطوه الرابعه جورليشن وبعدين فيسبوك تراي ان اند ديليفري، هاي يعني خطوه الكونفنشنال بس هي بالبدايه اهم شيء انه انت تسوي بروبر دياجنوستس وكلوجل ادجستمنت، ويعني هي هن ذني بالبدايه هن فرقهن عن باقي الكونفنشنالز انه انت تسوي دياجنوستس زين وتسوي كلوجل موديفيكيشنز او ادجستمنت. شكرا جزيلا لكم، اي سؤال خلوا لي اياه بالجروب واني يعني اجاوبكم عليه ان شاء الله.